بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم. تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص حل أسئلة الثانوية العامة، أسئلة مقترحة الثانوية العامة التوجيهي الأردني وغيره من المناهج العربية. أيضا هنا يعني كما تعلمون نترجم أسئلة من المناهج الدولية ونضعها في هذه الحالة. السؤال الأول، يقول لي عرف المواسير وعرف السعة الكهربائية. طبعا السعة الكهربائية في هذه الحالة هي النسبة بين شحنة الموصل إلى الجهد الكهربائي الناتج عن هذه الشحنة. إذا نقول هنا في هذه الحالة الشحنة مخزنة بالنسبة لكل وحدة جهد، شحنة كل وحدة جهد. يعني نقول هنا كان نقول طبعا هنا أنا يعني شحنة على فولت، المفروض أنا وضعت كولوم لكل فولت. كولوم لكل فولت، هذه المواسير طبعا معروف كولوم لكل فولت هي وحدة الفرد، هي الفرد وهي الوحدة التي نقيس فيها المواسير الكهربائية. إذا مرة أخرى أؤكد، بالنسبة لشحنة الموصل إلى الجهد الكهربائي الناتج عن هذه الشحنة، وتقاس هذه مقدار الشحنة اللازمة لرفع جهد الموصلة، شحنة لازمة لرفع جهد الموصل مقدار وحدة الجهد. نذهب الآن إلى السؤال التالي. عندي هذه الرسمة، يقول عن الدارة الكهربائية. قلنا هذه هي رمز المقاومة في المملكة المتحدة بريطانيا، العلبة بهذا الشكل هو يعني المقاومة. هذا عندي الجهد، هنا عندي المواسعة، وهنا عندي مفتاح. هذا الرسم خاص بهذه الدارة. يغلق مفتاح الدارة عندما يكون الزمن يساوي الصفر، بداية إغلاقه الزمن يساوي صفر، يغلق. يظهر الرسم كيف تغير الشحنة بالنسبة للمواسعة عند الزمن، كيف تغير الشحنة بالنسبة للمواسعة عند الزمن. عندما تشحن المواسعة بالكامل تصبح الشحنة المخزنة داخل المواسعة هنا 13.2 مايكرو كولوم. القوة الدافعة الكهربائية للبطارية هي 6 فولت. احسب المواسعة، مطلوب إلي أن أحسب السعة الكهربائية أو المواسعة. مرة أخرى هنا مباشرة، السعة شحنة على الجهد. الشحنة أعطيت لي 13.2 ضرب 10 سالب 6، الجهد أو قوة الدافع الكهربائية 6، أعتذر، 2.2 ضرب 10 سالب 6 فرد. إذا المواسعة الكهربائية 2.2 ضرب 10 سالب 6 فرد أو 2.2 مايكرو فرد. إذا حللنا السؤال الأول. الثابت الزمني لهذه الدارة هو الزمن الذي تحتاجه لرفع شحنتها من 0 إلى 63% من القيمة النهائية. استخدم الرسم لحساب الثابت الزمني. طبعا هذا لا أعتقد أنه في منهاج الأردني موجود، لكن كما قلت هو منهاج الأردني وأيضا المناهج العربية بشكل عام، منهم من يغطي هذه الأفكار. طبعا الطالب الأردني يستطيع أن يقف عند النقاط التي يعتقد أنه يحتاجها، طالب ثانوي عام يستطيع أن يميز ما الذي يحتاجه وما الذي سوف أو ما الذي لن يحتاجه. إذا لا يحتاجه يعني يبقى معي في القادم إن شاء الله. استخدم الرسم، هذا هو الرسم عندي. لاحظ الرسم، هنا عندي عمودي وهو عندي الزمن، هنا عندي عفوا أفق الزمن، عمودي عندي الشحنة. طبعا الزمن عندي بوحدة ملي ثانية، الشحنة عندي بوحدة مايكرو كولوم، تأخذ هذا الشكل. نقول الآن استخدم الرسم لحساب الثابت الزمني مباشرة. هو قال لي 69 أو 63%، إذا 13.2 من قيمة الشحنة مايك، 13.2 مايكرو كولوم ضرب 63% لهذه الصورة تعطيني حوالي 8.5 ضرب 10 سالب 6 فرد. 8.5 ضرب 10 سالب 6 فرد. نحاول هنا إذا بهذا الشكل، هنا 7.5، إذا هنا تقريبا هي ستكون في هذه النقاط، إذا تقريبا هي بهذه الصورة. لاحظ تأتي بخط مستقيم هنا، من هنا تهبط أيضا خط مستقيم آخر إلى هذا الاتجاه في المسافة المنتصف بين 10 و20، إذا 15 ملي ثانية. إذا الثابت الزمني في هذه الحالة هو 15 ملي ثانية. أرجو أن تكون الفكرة مبسطة وصلت لكم أحبتي. احسب مقاومة الدارة.
أيضا للدارة سيكون عندها مقاومة، كما رأينا سابقا ها هي، مطلوب إلي أن أحسب المقاومة. كيف سأحسب مقاومة الدارة؟ أستذكر القانون، الزمن ثابت، الزمن هي الخاص فيها، هو عندي مقاومة ضرب مواسع، المقاومة ضرب المواسع، إذن الزمن على المواسع لأستخرج المقاومة. إذن هنا لاحظ 15، الزمن 15 ملي، 15^3، المواسع 2.2^6، 15 10^3 إلى الجانب. إذن يصبح عندي المقاومة 6.8 ضرب 10^3 أوم. إذن هذا عندي المقاومة الخاصة في الدارة. أيضا على نفس الرسمة، ما القيمة الفيزيائية التي يمثلها الميل؟ لاحظ أنا عندي شحنة وعندي زمن، شحنة وزمن. ما هي الشحنة على زمن؟ شحنة على زمن هذا الميل، شين على زين يعني كولوم لكل ثانية. ما هي قيمة، ماذا نقصد بالكولوم لكل ثانية؟ على الطالب أن يتذكر أن الكولوم لكل ثانية هي وحدة التيار الكهربائي الذي يقاس بالأمبير، كولوم بير سكند هو أمبير، أو كولوم لكل ثانية هو الأمبير. إذا نقول بأنها تمثل التيار الكهربائي. إذا التيار الكهربائي هو انتقال الشحنة من نقطة إلى أخرى خلال فترة زمنية محددة. وحتى تشحن الدارة يعني يعمل، أنا عندي المواسع يعني تنتقل الشحنات، لأن هي المواسعة هي تخزين الشحنة، مواسعة نخزن الشحنة. إذا تنتقل الشحنات من البطارية باتجاه المواسعة لتحصل عملية التخزين. إذا كل مرتبط في بعضه في هذه الصورة. احسب قيمة أكبر قيمة التيار الكهربائي خلال عملية الشحن. مطلوب إلي أن أحسب أكبر قيمة التيار الكهربائي خلال عملية الشحن. طبعا هنا أستذكر قانون بسيط جدا، هنا عندي التيار، قانون أوم، التيار يساوي الجهد على المقاومة. الجهد موجود، أعطي لي الجهد 6، المقاومة وجدناها قبل قليل 6.8 ضرب 10 أس، هنا 6.10 أس 3 أعتذر، ليست 10 أس 3 ضرب 10 أس 3 أعتذر. إذا في هذه الصورة نحل، وقد أتأكد أنها موجب حوالي 8.8 ضرب 10 أس سالب 4 أمبير. إذا هذه القيمة، قيمة الجهد، قيمة المقاومة التي تحصل. أنا عندي يعني مقاومة، أحسب مقاومة الدارة طبعا في هذه الحالة. إذا في هذا الفيديو حللنا أسئلة مباشرة عن المواسع الكهربائية، أسئلة هي يعني أسئلة تعتبر من أسئلة الثانوية العامة في المملكة المتحدة، أو ما يعرف بالـ A-Level Physics. أرجو أن يكون الفيديو قد أعجبكم، لا تبخل من الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. مرة أخرى أشكر لكم حسن استماعكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.